منتظر ابن حضرتك جوه. فين عمر خالد ده؟ انت رياضه ربنا يوفقه يعني، وامتحان مسائل ان شاء الله. حضرتك شايف برضو الامتحانات الفنيه دي والله ربنا ييسر الحال ان شاء الله، واحنا سامعين ان في المستقبل نعملوا السنوات الرقميه يعني، ويبقى يعني الاعصاب تهدى شويه بتاع الناس والوقت تقل، نسال الله ذلك يعني ان يكون في يعني ايه يعني وضع افضل من دلوقتي، ويكون في يعني الناس تكون مستريحه والطلبه يكون فيه هدوء اكتر من كده. يعني حضرتك شايف ابنك وهو بيذاكر او هو ذاكر عمل اللي عليه واجتهد وعمل كان في توتر في البيت في الوقت ده يعني، ووالده ووالدته عملوا اللي عليهم وربنا يوفقهم ويساله التوفيق يعني.